حسام اهلا الانتخابات تسير بشكل جيد ومرضي للجميع. طبعا انتخابات هي استحقاق انتخابي جاء بعد انتهاء فترة النقابة السابقة، فترة النقابة سنتين. تم الإعداد لهذه الانتخابات بشكل جيد من دعاية انتخابية وجميع الإجراءات. اليوم إن شاء الله تجري الانتخابات من الساعة 8 حتى الساعة 3، ونأمل إن شاء الله يعني 3:30 على 4 تطلع النتائج، والحمد لله رب العالمين جميع الإجراءات مرضية، وبفضل الله تعالى إن شاء الله ستلاقي الخير للجميع إن شاء الله. الانتخابات الحمد لله رب العالمين ديمقراطية 100%، وهذا عرس كل تقريبا كل سنتين بيصير في جامعة فلسطين. مدة الانتخابات مدة النقابة هي سنتين، وهي احنا إن شاء الله إنه يكون الكل من الموظفين يجوا وينتخبوا، نتمنى ذلك.